بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة مالتنا هي بعنوان المشتريات والكيميائية ومبادئ خزن تلك المواد الكيميائية. نحن نعرف جيدا أن استخدام المواد الكيميائية هي لتعزيز وتحسين الحياة ولممارسة واسعة الانتشار على النطاق العالمي، لما لها أهمية لتلك المواد الكيميائية عن طريق تحويلها إلى منتجات نهائية يستفاد من عندها الإنسان في ديمومة الحياة. يعني ما يخلق أي بيت أو أي مكان آخر أو أي مصنع بالحقيقة أو أي مكان في العالم إلا ونجد وجود المنتجات الكيميائية أو المنتجات النهائية الناتجة من المواد الكيميائية ومن الرو ماتيريال مالتها إلا وإلى إلها لها فد باع بالحقيقة في هذا المجال. إلى جانب ذلك نلاحظ أن إلى جانب فوائد هذه المنتجات توجد بالحقيقة إمكانية لحدوث تأثيرات ضارة بالنسبة إلى الناس أو المستخدمين وكذلك إلى البيئة. لذلك تطلب بما يسمى بوجود السلامة المهنية في التعامل مع تلك المواد الخطرة، سواء كان عن طريق المشتريات أو سواء كان عن طريق نقل المواد الكيميائية أو تخزينها أو بالحقيقة الحفاظ عليها. لذلك احنا نقول انه السيطرة والاستجابة لحوادث هذه الحوادث الناتجة من تأثير هذه المواد بدأت تأخذ اهتماما كبيرا واهتماما أكثر فأكثر من قبل المؤسسات الأكاديمية والصناعية، ولذلك صدرت العديد من القوانين والتشريعات للإدارة والسيطرة السلمية على المواد الخطرة، وحددت بفعل وجود بعض القوانين الخطوط الرئيسية لإدارة المواد. أغلب أو آخر الإحصائيات بالحقيقة بالسنوات اللي بالحدود بال 2018 تشير بوجود بحدود أكثر من 650 ألف مادة كيميائية، علاوة على وجود مئات المواد الكيميائية ممكن أن تضاف سنويا، الأمر الذي يؤدي بزيادة تلك المواد الكيميائية راح يعاقبها بالحقيقة زيادة في التعرض لتلك المواد، وبالتالي يعرض حياة وصحة العاملين للخطر في حالة عدم اتخاذ إجراءات السلامة المناسبة، سواء كان عند شرائها أو تصنيعها أو نقلها أو استعمالاتها في خاصة في المختبرات والمصانع. ونحن نعرف جيدا بأنه المختبرات الكيميائية هي أكثر بيئة بالحقيقة ملائمة لحدوث الحوادث لا سمح الله نتيجة الاستخدام الخاطئ للمواد الكيميائية. النقطة الأخرى بالحقيقة نجي نعرف ما هي المواد الخطرة، هازارد ماتيريال. المواد الخطرة هي بالحقيقة ممكن يوجد أكثر من تعريف، بس التعريف الأكثر شمولي هي تلك المواد التي تسبب خطرا شديدا أو آثارا في الأرواح والممتلكات والبيئة عند تصنيعها أو تعبئتها، تداولها، نقلها وتخزينها ما لم تتخذ كافة احتياطات واشتراطات السلامة في كل خطوة وفي كل ستيب. وهناك تعريف آخر هي بالحقيقة إنه هي أي مادة من خصائصها أن تشكل خطرا على الحياة والبيئة والممتلكات عند عدم السيطرة عليها. لذلك دائما نركز على هذه النقطة، إنه عند عدم السيطرة عليها. لذلك بالحقيقة يحتاج من العاملين في تلك المختبرات أو في المؤسسات الصناعية التي تتعامل مع المواد الكيميائية إنه يجب أن يكون هنالك دورات خاصة لتوعية المواطنين أو العاملين أو الموظفين في هذا المجال على كيفية استعمال المواد الكيميائية وكيفية التعامل معها بالطرق السليمة. لذلك فعندما نكون أول من يستجيب لحوادث المواد الخطرة، فمن هنا تأتي أهمية اكتساب معلومات أساسية عن هذه المواد، وهذا يتوقف بالحقيقة يعني قد تؤثر على حياة وحياة الآخرين ما لم
أن تكون هناك نمتلك معلومات وتتضمن الإجابة على بعض الأسئلة اللي هي ما هي الحدود الآمنة عند التعامل مع هذه المواد الكيميائية، بالإضافة إلى هي النقطة الأخرى ما هي سلوك المادة عند اتصالها بالإنسان أو البيئة، لأنه نعرف أنه المواد الكيميائية كلها سامة وكلها إلى تأثيرات بالحقيقة خطرة، لكن درجة الخطورة مالتها تختلف من مادة إلى مادة أخرى حسب الخواص الفيزيائية والكيميائية لتلك المادة. المحاضرة مالتنا بالحقيقة راح تتضمن جزئين رئيسيين، الجزء الأول اللي هو يشمل المشتريات، احنا بالحقيقة ما راح ندخل بتفاصيل كثيرة، اللي يهمنا بالحقيقة في هذه المحاضرة هو طريقة أو خلينا نقول متطلبات خزن المواد، لأنه احنا في تاتش وياها. فالجزء الأول راح يشمل المشتريات الكيميائية، والجزء الثاني راح يشمل متطلبات وآلية خزن المواد الكيميائية. في الجزء الأول اللي هو المشتريات، بالحقيقة إن أهم جانب في المشتريات هو تحديد من يقوم بشراء المادة الكيميائية، يعني تحديد لجنة خاصة بالحقيقة تشكل سواء كان على مستوى قسم أو على مستوى دائرة أو على مستوى مؤسسة أو على مستوى مصنع، يجب أن يكون هنالك لجنة. ويفضل، أنا قاعد أتكلم من الناحية خلينا نقول القانونية للتعامل مع مشتريات المواد الكيميائية، لذلك يجب أن تكون هنالك لجنة خاصة بشراء المواد الكيميائية، وهذه اللجنة تتألف من ناس أكفاء ولهم باع طويل بالحقيقة في التعامل مع المواد الكيميائية، معرفة المواد الكيميائية وقدر الإمكان وخطورة تلك المواد الكيميائية. لذلك أهم نقطة في هذا الموضوع هو تكوين هذه اللجنة التي تأخذ على عاتقها عملية الشراء، وأن يكون أعضاء تلك اللجنة لهم باع وإلمام بمخاطر تلك المواد. النقطة الثانية هو تحديد أوليات الشراء، يعني شراء المواد الكيميائية. قد يكون هناك مواد كيميائية أقل أهمية، وعندنا مواد كيميائية ذات أهمية كثيرة، وفي بعض الحالات تكون urgent يعني محتاجينها ضروري. هاي أيضا نقطة مهمة يجب أن تحدد، وبالضبط تحديدها أيضا إلى علاقة بكمية المادة اللي نحتاجها. لذلك دائما إحنا نسوي عملية شراء لقدر احتياجنا، وخلي شوية يكون عندها، خلي تكون الكمية أكثر بقليل، لا تكون كمية اللي نطلبها كمية كبيرة جدا، لأنه قد نحتاج إحنا الكمية اللي نحتاجها في عمل تجارب أو في شغلة معينة، وبالتالي راح يبقى الباقي من عيتها إذا كان كمية كبيرة، وبالتالي بمرور الزمن يمكن لها هذه المادة هاف لايف معين، أو بالحقيقة ممكن أن تتلف بتأثير الضوء أو بتأثير الظروف أو ظروف عملية الخزن الغير جيدة. النقطة الأخرى هي بالحقيقة تتعلق بعمليات الشراء، هو أن نلقى فد مصدر موثوق أو شركة مهمة عندها باع طويل في جلب المواد الكيميائية، يعني خلينا نقول مصادر لها سمعة جيدة في السوق ممكن أن نتعامل وياها، لأنه أكيد هذه المصادر الموثوقة عندها فالتصور واضح على المواد الكيميائية، وعدها أكيد إحنا ما يسمى بالـ MSDS Material Safety Data Sheet لكل مادة كيميائية، وممكن أن تستورد لنا المواد الكيميائية بنقاوة عالية وأيضا بأكتيفيتي عالية وتؤدي الغرض المطلوب إنه، يعني يجب أن يكون شراءنا من مصادر إلها ثقل بالسوق وإلها إلها إلها سمعة في داخل السوق، حتى لا يكون هناك بالحقيقة عملية غش في، وصار هاي بالحقيقة كثير ما بين الشركات، إنه في بعض الحالات يدزك مادة كيميائية ويقول لك هاي المادة اللي أنت ردتها، من نجي نشيك هذه المادة
فعلا تطلع مطابقة. طبعا هو راح يدش نموذج من عندها، لكن بعدين من نقول له هاي المادة هي مطابقة على النموذج اللي انت دزيته انه، بس من يدز الكمية الكبيرة نشوف هي بالحقيقة ويستلم مبلغ مالته ونرجع نفحص ونستخدم هذه المواد، ما تحس الا انه المادة غير مطابقة. يعني يعطيك نموذج لأغراض الفحص والتأكد بشكل معين، ومن يدزك المادة الكمية الكبيرة اللي انت تحتاجها راح تكون بشكل آخر. إضافة إلى ذلك، طبعا عمليات النقل اللي ممكن أن تصير هذا تعتمد على 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 مكان الشركة. يعني ممكن أن تكون عمليات النقل أن تكون نقل بري، وممكن أن يكون نقل جوي، وممكن أن يكون نقل بحري. في هذه الثلاث طرق يجب أن يكون هنالك مكان آمن لعمليات النقل. حتى الناس اللي تقوم بعمليات النقل يجب أن يكون ناس مصرحين بذلك، لهم إجازات خاصة. يعني بالحقيقة يؤسفني أن أقول هذا الكلام، إحنا ما عندنا هذا الشيء، من نحتاج مادة كيميائية ناخذها من بغداد نجيبها بسيارات الأجرة لا معرضة إلى أي شيء ولا إلى تفتيش ولا إلى من هالقبيل، ولا سمح الله من يصير إحنا نتحمل مسؤوليته. بالخارج ماكو هذا الشيء، الناس اللي تقوم بنقل المواد الكيميائية ناس لهم بالحقيقة داخلين دورة على آلية النقل وعلى السلامة والتعامل مع المواد الكيميائية، ولهم إجازات خاصة فقط هم اللي يقومون بعمليات النقل. ايضا من يكون النقل بالحقيقة خلينا نقول النقل البحري، المواد الكيميائية تجي عبر باخرات مهيئة ومخصصة، والعنابير مالتها او المخازن هي مهيئة ولها ظروف خزن ممتازة بالنسبة الى هذه المواد الكيميائية، على اعتبار انه فترة مع عملية النقل تكون هي بالحقيقة تاخذ فترة طويلة. حتى بالحقيقة من يكون نقل تلك المواد نقل جوي أيضا يكون ضمن المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة أو وضعتها بعض المنظمات أو الجمعيات الأمريكية لعملية السلامة في نقل تلك المواد الكيميائية. لهذا السبب نقول على الأشخاص الذين يقومون بتوريد المواد الكيميائية سواء كانوا مصنعين أو موردين أو موزعين أن يضمنوا ما يلي: أول شيء تصنيف هذه المواد الكيميائية أو تقييم خصائصها. يعني يجب أن يكون عندهم باع طويل في آلية تصنيف هذه المواد. بعدين راح نجي يعني مواد أما أن تكون إكسبلوزيف، مواد متفجرة، أو تكون مواد سامة، أو تكون مواد آكلة، أو تكون مواد صلبة، أو تكون مواد سائلة، أو تكون حوامض أو قواعد، فهذه بالحقيقة تكون مصنفة. النقطة الثانية وسم هذه المواد الكيميائية وعنوانتها بالحقيقة. يعني يجب أن يكون هنالك ليبل على كل حاوية للمادة الكيميائية، يعني ما تكون هذه الحاويات غير معلمة لأنه ما نعرف شنو. لذلك عملية وضع الليبل الخاص بالمادة الكيميائية والخصائص مالته مهمة جدا. النقطة الأخرى إعداد وثائق بيانات السلام الكيميائي للمواد الكيميائية الخطرة وتزويد أصحاب العمل بها، لأنه هذه من تكون أنت جوا إيدك سيرتيفيكيت بتلك المواد والمواصفات مالتها الفيزيائية والكيميائية والتأثيرات الجانبية مالتها، إضافة إلى كيف تعالج إذا لا سمح الله صار حدث أو تعرضت إلى هذه المادة الكيميائية، كلها موجودة، أقصد بها الإسعافات الأولية كلها موجودة ضمن هذه الوثائق والبيانات الخاصة بالسلامة عند استخدام المواد الكيميائية، حتى إحنا نكون مطمئنين من هذا الجانب. هذا بالحقيقة في شيء بسيط يخص بموضوع المشتريات. نروح إلى متطلبات الجزء الثاني واللي هو هذا المهم بالمحاضرة، هو متطلبات مخازن المواد الكيميائية وشروط تخزينها. المتطلبات: أول شيء أنه يجب أن يكون هنالك، يعني أنا حتى أبني خلينا نقول مخزن لحفظ المواد الكيميائية، خلي أبديها من هنا. السياق المتبع والصحيح: أول شيء أخذ إجراءات الحصول على رخصة من الدفاع المدني، هذا المتبع بالحقيقة. ثانيا متطلبات الموقع:
متطلبات الموقع، شنو أحتاج الموقع. النقطة الثالثة هو إنشاء المبنى. النقطة الرابعة هو التوصيلات الكهربائية اللي ممكن أن نحتاجها في داخل بنائنا لهذا المخزن. مناطق التهوية، وين راح نخلي إحنا مناطق التهوية الخاصة بالمخزن. ستة، الإضاءة، أماكن الإضاءة أيضا. المخارج والممرات، نعرف إحنا كل الزين بالفترة الأخيرة بدأت تنبني المخازن الخاصة بالمواد الكيميائية والمختبرات، صار عندنا بالحقيقة في التوجه كلش ممتاز أنه يجب أن يكون هنالك ممرات ومخارج، نحن نسميها مخارج الطوارئ، لا سمح الله تكون مهيئة لحدوث أي طارئ. يجب أن يكون يعني حتى بناء المختبرات يجب أن يكون كل مختبر ببابين، الباب الأول وهنالك باب آخر للطوارئ، بالحقيقة مهيئة لهذه الحالات التي قد تحدث أثناء التعامل مع المواد الكيميائية. النقطة الثامنة هي أجهزة الوقاية الصحية، يجب أن تكون متوفرة في داخل المخازن، ومعدات الحريق والإنذار، والحمد لله هسه بدأت يعني يتم رفد الأقسام وكلياتنا والمعامل وأي مكان آخر بالحقيقة بمعدات وقائية ومعدات للحريق والإنذار، والحمد لله والشكر. عندنا شروط التخزين، متطلبات شروط التخزين، متطلبات تخزين المواد الكيميائية. ممكن أن نصنف المواد الكيميائية اللي أمام حضراتكم بالفئات، يعني الفئة الأولى هي فئة المتفجرات الإكسبلوزيف، لأنه هذا إلى مكان خاص بالحقيقة أثناء عملية الخزن. النقطة الثانية واللي هي فئة الغازات، وإحنا نعرف الغازات ممكن أن نقسمها قسمين، اللي هي غازات ممكن أن تكون إنرت غازز مثل النيتروجين، الهيليوم، الأرجون، هاي غير خاملة غير فعالة، وأكو غازات لا بالحقيقة خطرة جدا، غازات مشتعلة مثل الهيدروجين، وعندك الكلور وبقي الأمونيا، هاي كل المذيبات أيضا ممكن أن تكون مذيبات مكلورة، وممكن أن تكون مذيبات غير مكلورة، وممكن أن تكون مذيبات ذات درجات غليان عالية، وممكن أن تكون مذيبات ذات درجات غليان واطة. يعني أنا ما معقولة أجيب مذيب درجة غليان واطة والغليان مالته واطئ وأخليه مع مذيب درجة غليان مالته عالية، لذلك حفظ هذه المذيبات أيضا في أماكن تختلف واحدة عن الأخرى اعتمادا على ليش احنا نقول أهم شيء هو الـ MSDS اللي هو Material Safety Data Sheet اللي هو ينطيك الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز مال المواد. النقطة الأخرى المواد الفئة، يعني الفئة الرابعة المواد الصلبة القابلة للاحتراق. يعني نعرف أنه أكو مواد تحترق وأكو مواد ما تحترق، هذا المواد الصلبة القابلة للاحتراق. الفئة الخامسة المواد الأكسدة، المؤكسدة والبيروكسيدات، هذا أيضا لها فد مكان خاص لعمليات الخزن. المواد السامة والمواد الشائعة المشعل عفو اللي هي الراديو أكتيف ماتيريال، وهاي أيضا مهمة جدا، بالإضافة إلى المواد الكروزيف واللي إحنا نسميها المواد الآكلة اللي هي تشمل أغلب التقريب الحوام. طبعا هذا التصنيف اللي هو يبدأ من المتفجرات إلى المواد الآكلة، هذا أعد من قبل الجمعية الوطنية الأمريكية لمكافحة الحريق، والذي يعرف بالـ NFPA، الذي يعرف بالـ NFPA. شروط التخزين، الأسلوب العام بالحقيقة في عمليات شروط التخزين يجب أن يكون هنالك أسلوب نتبعه يلا نخزن المواد الكيميائية مالتنا. أول شيء لا تخزن المواد بناء على الأحرف الأبجدية وإنما على الخطورة. احنا قلنا مساعة من متطلبات خزن المواد الكيميائية، احنا قاعد نبني مخزن لخزن مواد كيميائية ونهيئ للظروف الخاصة والرفوف الخاصة لكل مادة كيميائية حسب ما صنفوها وشفنا التصنيف مالتها. يعني ما قاعد نبني مخزن هو لخزن خلينا نقول مواد خشبية او خلينا نقول حاجيات ملابس او اخرى، هنا كلش مهم، هنا ما نجرب المواد مالتنا على الأحرف الأبجدية وإنما على الخطورة. النقطة الثانية الاحتفاظ بنسخة من تعليمات السلامة اللي هو الـ MSDS. النقطة الثالثة عدم تعريض المواد المخزنة لأشعة الشمس أو الحرارة. احنا نعرف كثير من المواد الكيميائية عندما تعرض إلى درجات حرارة
ومعينة ولفترة طويلة. هذا التعرض لأشعة الشمس بالحقيقة والحرارة ممكن، وخاصة البيروكسيدات أو مواد اللي هي سنسيتيف للحرارة والشمس، ممكن أن يصير بها ديجريديشن، وبالتالي إذا صار هذا الديجريديشن وينتج من عنده غازات وهي محصورة في علبة معينة ممكن أن تنفجر وتسبب لنا فد مشاكل وحوادث. لذلك نشوف أنه أغلب المواد الكيميائية تحفظ في حاويات معتمة حتى تتجنب أشعة الشمس، التأكد من أن حاويات المواد الكيميائية محكمة الغلق. في بعض الحالات، وهاي يصير بالحقيقة، أبو المخزن من ينطف مادة كيميائية لشخص معين يجب أن يتأكد من عملية غلق الحاوية بعد أن يأخذ من عندها كمية معينة، لأنه تركها بدون إحكام مغلق قد تكون المادة هي الفولاتايل ماتيريال، يعني تتبخر، وبالتالي ممكن هذا التبخر أو الأبخرة مالته تصل إلى مرحلة يشبع به المكان، وبالتالي لا سمح الله تسوي لنا فد مشكلة معينة. التقليل من كميات المخزونة قدر المستطاع، يعني ما أنا ما أخزن كميات أكثر من الحاجة اللي مطلوبة إلي، لأنه هاي هم راح تتلف وبالتالي راح تصير عبء علينا. عدم تعريض المواد المخزونة لأشعة الشمس والحرارة، هاي أعتقد تكلمنا عنها. المحافظة على درجة حرارة حفظ المواد المخزنة حسب نوعيتها، وهذا تفضلنا او حكينا بها، قلنا بعض المواد انه ممكن ان نخليها في روم تمبريتشر او بدرجه حراره المختبر، بس توجد مواد بالحقيقه اخرى لا يمكن ان نضعها في درجه حراره المختبر، وانما يجب ان تكون محفوظه في اماكن بارده، الثلاجات وبرادات خاصه، لانه درجه الغليان مالتها كلش واطئه، وحتى ممكن أن تتفك قسم من عدها إذا كانت مواد صلبة. لذلك حتى نحافظ عليها يجب أن يكون لها مكان بارد. النقطة الأخرى، الأوعية هاي كلش مهمة. الحاوية للمواد الكيميائية مصنعة من مواد مناسبة لا يحتمل تأثيرها بفعل المادة التي تحويها، يعني مو ياهو أكو مواد بالحقيقة لا يحتمل أن تضع في أماكن في حاويات مثلا بلاستيكية. على سبيل المثال حامض الهيدروفلوريك أسيد، هذا ما يوضع في مادة زجاجية لأنه يتفاعل ويا الزجاج مباشرة، لذلك يوضع في حاوية بلاستيكية. قسم من المواد الكيميائية ما ممكن أن نضعها في حاويات بلاستيكية اللي هو بولي أثينين أو بولي بروبيلين أو البي بي سي، وإنما في حاويات زجاجية لأنه قد يتفاعل مع المادة البلاستيكية. هذا بالحقيقة من جاي نعرفها من الخواص العامة مع المادة الكيميائية واللي طرقنا عليها اللي هي الام اس دي اس. النقطة التاسعة، أن تميز المواد المخزونة بعلامات واضحة، علامات تحذيرية، يعني بعدين راح نعرض اخر سلايد راح نعرض العلامات التحذيريه مال المواد الكيميائيه، هل هي ماده مشعه، هل هي ماده كوروزيف، هل هي ماده راديو اكتيف، ماده مشعه. ان تحفظ الاوعيه والاسطوانات في وضع قائم. بالنسبه للاسطوانات يجب ان تكون في وضع قائم، وبالحقيقه تعزل المواد الغازات اللي هي انيرت عن الغازات الفعاله. الاقلال قدر الإمكان من حجم المواد المخزونة وبما يتلائم والاحتياج، وحتى بما يتلائم على المكان المخزن، يعني أنا ما يجوز عندي مكان ضيق وتارسة بمواد كيميائية هيوج، وإنما يجب أن أكون يعني أخذ في نظر الاعتبار بالحقيقة كمية المادة والمكان المهيئ لخزن تلك المواد. عدم وضع المواد المخزونة في الممرات والمخارج ولو بصفة مؤقتة، لأنه لا سمح الله هذا الممر، خلينا نسميه ممر طوارئ أو ممر خاص لعبور أبو المخزن، أو في بعض الحالات تجي لجنة تفتيشية، فعدم وجود تلك المواد قد يسبب لنا فد مشكلة في داخل المخزن. متطلبات خاصة للتخزين، نجي إلى الفئة الأولى اللي هي المتفجرات. طبعا بالمتفجرات اكو لائحة خاصة بتعليمات الامن والسلامة لنقل وتخزين وتصنيع وبيع المتفجرات، واحنا نسمع بالحقيقة كثير من حالات الاحتراق اللي ممكن ان تصير في خاصة في المعامل و
المؤسسات التي تقوم بإنتاج هذه المتفجرات ولعب الأطفال هو سبب بالحقيقة عمليات الخزن أو عمليات النقل الغير سليمة اللي ممكن أن تصير. الفئة الثانية اللي هي الغازات، وعندنا غازات قابلة للاشتعال مثل أوكسيد كربون، هيدروجين، أوكسجين، هاي بالحقيقة تشتعل بسهولة، يعني مجرد أن يكون لهب موجود عندنا. ولذلك عمليات تخزين أكو شروط لها، يعني هاي بالحقيقة اللي أمام حضراتكم، يجب أن يكون تكون بعيدة عن مصادر الاشتعال واللهب، بعيدة عن المواد التي تتفاعل معها، الرطوبة أيضا، توضع في مكان آمن لمنعها من السقوط، يحفظ الأكسجين بعيدة عن الغازات القابلة للاشتعال، وتكون هناك مراقبة دائما وباستمرار، وأيضا تجهيز الموقع بكواشف الحريق. الغازات الغير قابلة للاشتعال والغير سامة اللي هي بالحقيقة مثل النيتروجين وثاني أكسيد الكربون والهيليوم، هاي بالحقيقة يعني خطورتها أقل من ديتها. وأيضا نشوف هنا آليات أو شروط التخزين مالتها، أن تكون تخزن الأسطوانات بشكل رئيسي وأن يكون محكم الغلط. وبالمناسبة كل أسطوانة لها جيتش الخاص، يعني أنا ما يجوز لي أن أخذ جيتش مثلا، خلينا نقول على سبيل المثال للنيتروجين، وأروح أخليه في جيتش لسلندر بها هيدروجين كلورايد أو بها كلور. ولا يجوز انه اخذ سلندر بها اكسجين منتهي الاكسجين مالته واروح امليها نيتروجين، لانه هذا بالحقيقه التداخل في عمليات الغازات هذا مو صحيح. ومراقبه الحاويات او الاسطوانات بصفه مستمره لتفادي التسربات، يعني هاي نباوع لها كل الزين، وتخصيص منطقة داخل المخزن بالحقيقة للأسطوانات الفارغة، وحماية الصمامات والمنظمات وأدوات القياس وما يتعلق بذلك. الفئة الأخرى اللي هي المذيبات، السوائل القابلة للاشتعال، وقلنا المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال دائما تحتوي على سوائل مثل مذيبات عضوية أو بالحقيقة دهانات أو وارنيش، هاي بالحقيقة يعني خاصة مثل الأسيتون، الإيثر، الجازولين، والكحولات أيضا، خاصة الكحول الأثيلي، الكحول الميثيلي، هاي بالحقيقة سريعة الاشتعال، لذلك يجب أن يكون هنالك تأني في عملية الاستخدام مالتها وعملية أيضا الخزن مالتها. وأكو نقطة كلش مهمة بالحقيقة، واحنا دائما بالحقيقة ان نشرحها لطلابنا خاصة في درس النفط، اللي هي الفلاش بوينت، درجة الوميض. درجة الوميض مهمة جدا، هي الدرجة الحرارية التي تشتعل عندها ابخرة المادة عند تعرضها الى لهب، وهاي من تكون الفلاش بوينت قليلة جدا معناها المادة خطرة جدا، لذلك يجب أن نراعي أو ننتبه إلى الفلاش بوينت مال كل مادة أثناء عملية الخزن. لذلك أكو تصنيف للمنظمة الوطنية للحماية اللي هي الناشنال NFPA، صنفت بالحقيقة هذه صنفت المنظمة الوطنية للحماية المواد الكيميائية تصنيف اعتمادا على الفلاش بوينت. عندنا فئة الخطورة رقم 4 للمواد الصلبة القابلة للاشتعال مثل الصوديوم أو البوتاسيوم، لأنها تشتعل وتحترق بسهولة، لذلك عملية تخزينها يجب أن يكون بعيدة عن مصادر الاشتعال واللي متمثلة بالحرارة واللهب والشرارة والمصادر المؤكسدة. فئة الخطورة المواد المؤكسدة والبيروكسيدات العضوية. نعرف إحنا البيروكسيدات هي من واحدة من المواد اللي هي الإكسبلوسيف ماتيريال، اللي مثل هايبوكلوريد الكالسيوم، الأيودين، أملاح النيترات، الأملاح البيروكسيدات، هاي كلها بالحقيقة يعني عبارة عن عوامل مؤكسدة صلبة، وعندنا عوامل مؤكسدة سائلة اللي هي البرومين، بيروكسيد الهيدروجين، حامض النتريك، البيروكلوريك أسيد، الكروميك أسيد. لذلك نشوف شروط تخزينها أن تكون في مكان بارد وجاف وخالي من الرطوبة. الرطوبة هنا كلش مهمة، خاصة بالنسبة إلى المواد القابلة للاشتعال مثل الصوديوم والبوتاسيوم، هذني مثل
ويا الماء أو بوجود الرطوبة تسوي اكسبلوزيف ماتيريال ويتحرر هيدروجين وبالتالي خطر. لذلك الصوديوم والبوتاسيوم دائما يحفظوه في سائل من البارافين أو من الكيروسين حتى يكون بعيد عن الرطوبة. أيضا حفظه يكون بعيدا عن المواد الملتهبة القابلة للاشتعال حتى لا تسبب لنا مشاكل، بعيدة عن المواد المختزلة مثل الزنك المعادن القلوية. أيضا حفظها يكون بعيد عن المواد العضوية المواد القابلة للاشتعال، وأيضا لا تخزن على أرفف أو قواعد من الخشب، لأنه الخشب والورق بالحقيقة سريع الاشتعال، ممكن أن يسوي لنا فد كارثة عند لا سمح الله عند حدوث الحريق. فرع الخطورة أو فئة الخطورة المواد السامة، وهي مواد تحدث التلف في الأعضاء أو الموت عند ابتلاعها أو استنشاقها أو امتصاصها خلال الجلد. احنا نعرف أنه التعامل مع المواد الكيميائية، دخول المادة الكيميائية إلى الجسم أما عن طريق الاستنشاق أو عن طريق التلامس أو بالحقيقة عن طريق لا سمح الله الابتلاع أو عن طريق التلامس اللي هو الجلد، مثل الكلوروفور اللي هي بالحقيقة فد يعني مادة مهيجة كلش، حامض الكروميك، الفينول، هذني الأسيتون أيضا، هذني بالحقيقة كلها تعتبر مواد سامة. لذلك عملية تخزينها يجب أن تكون في حاويات محكمة الغلق ودائما تكون في الرفوف السفلى. آلية خزن المواد الكيميائية أيضا نخلي ببالنا أنه قسم المواد يكون خزنها في رفوف عالية اللي هي أقل خطورة، والمواد اللي خطورتها عالية جدا دائما تكون في الرفوف السفلى، تحفظ في مواقع منفصلة عن المواقع الأخرى وتحفظ بعيدا عن الحرارة والرطوبة ومصادر الحريق. أيضا حمايتها من الاختلاط بالأحماض والأبخرة، تحفظ بعيدا عن مخاطر الحريق والحرارة والرطوبة وعدم استنشاق أبخرة المواد أو اتصالها بالجسم، لأن هاي يسوي تهيج بالحقيقة في داخل الأوعية التنفسية وبالتالي لا سمح الله ممكن أن تؤدي. فرع الخطورة الراديو أكتيف ماتيريال، المواد المشعة. المواد المشعة بالحقيقة هي خطرة جدا، وهي بالحقيقة يعني مقسمة، احنا ما نريد ندخل في تفاصيل بها لان هاي الها فد محاضرة والها فد جانب اخر بالراديو، لانه هاي خطرة لما لها من انيرجي عالية ممكن ان تدخل في داخل الجسم وبالتالي راح تسوي في تأثيرات بيولوجية وتأثر على الميتابوليزم اللي في داخل الجسم، وبالتالي يعني خلال فترة معينة ممكن أن نسوي تشوهات بالجسم. لذلك عملية خزن المواد المشعة وآلية تتبع عدم تتبع خطورة تلك المواد المشعة يكون مختلف عن المواد الكيميائية. الفئة الأخرى اللي هي الكروسيف ماتيريال أو المواد الآكلة اللي تعتبر من جملتها الأحماض والقواعد، اللي هي حامض النتريك، حامض الكبريتيك، البيركلوريك أسيد، وعملية بالحقيقة تؤدي هذه إلى تلف الأسنجة الجسم عند التماس، يعني نخاف منعتها أنه توقع على الجسم وبالتالي عند اتصالها ممكن أن نشوه، ولكن خطورة وحجم ونطاق الإصابة بالتعامل مع هذه المواد يعتمد على نوع المادة، شنو هي المادة، تركيز اليد يعني، بالإضافة إلى كمية الجرعة أو التعرض ونوع النسيج المتعرض لتلك المواد. لذلك تقسم المواد الآكلة، الأحماض والقواعد إلى الفئات التالية: مواد آكلة سائلة، مواد آكلة صلبة، ومواد آكلة غازية. المواد الآكلة السائلة: الحوامض، حامض كبريتيك، نتريك، بيركلوريك. المواد الآكلة الصلبة: الألكالين ميتال هيدروكسيد، صوديوم هيدروكسيد البوتاسيوم، هذني بالحقيقة حتى هي احنا نسميها هايكروسكوبيك ماتيريال، يعني مواد متميعة مجرد ان تلامس الجسم وبوجود تأثير رطوبة شفتي تؤدي الى تخدش في الأنسجة الجسم. ومواد الآكلة الغازية مثل الكلور، حامض الهيدروكلوريك، غاز كلوريد الهيدروجين الأحمر.
عندنا تخزين الأحماض بصورة عامة، يعني يجب أن يكون هناك أسلوب خاص يتبع لخزن الأحماض. عزل الأحماض عن المعادن النشطة مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم تكون بعيدة عنها لأنه التفاعل وياها كل السريع. عزل الحوامض المؤكسدة مثل حامض النتريك عن الحوامض الأخرى الغير مؤكسدة. عزل الحوامض عن المواد الكيميائية التي تولد عنها غازات ملتهبة، يعني مثل سيانيد الصوديوم، كبريتيت الحلوي إلى آخره. تحفظ بعيدا عن المواد السامة. الأحماض العضوية القوية مثل حامض الفورميك، حامض الخليك، حامض تخزن في أماكن مفصولة عن الحوامض المختزلة مثل حامض الكبريتيك وحامض النايتريك. عملية خزنها أيضا هاي أكدنا عليها أن تكون دائما في الأرفف السفلية القريبة من الأرض، حتى لا سامح الله من يصير شيء أيضا التعامل وياها يكون سهل. أيضا أن يكون خزنها في مكان بارد وجاف وخالي من الرطوبة، وأيضا بتهوية بالحقيقة تكون عالية بها. القواعد اللي هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد البوتاسيوم، المخاطر مالته اللي هو تلف الأنسجة، وأيضا التخزين مالته يكون بعيدا عن الحوامض، يعني ما نخليها في نفس الجهة أو في نفس المكان اللي به الحوامض. وعزل القواعد عن الأحماض، المعادن، المتفجرات، وتحفظ على أيضا الأرفف السفلية. فئة الخطورة هاي مسكلونيوس سبستنس، يعني مواد متنوعة الخطورة. المواد التي تتفاعل عند اتصالها بالمياه والرطوبة مثل ما قلنا من ساعات صوديوم بوتاسيوم. أكو مواد تتفاعل مع الهواء احنا نسميها البايروفوريك ماتيريال، يجب أن يكون يعني مكان خزنها بعيدا عن لا سمح الله يعني في أماكن وغلق محكم حتى لا تتفاعل مع المواد الأخرى. المواد اللي هي لا سنسيتيف اللي تكون حساسة للضوء تكون في أماكن مظلمة أو في حاويات بالحقيقة مظلم. الشروط الوقائية المتبعة في أثناء عمليات الخزن هو عدم إتلاف أو إزالة البيانات سواء الموجودة على أسطوانات الغاز أو حاويات المواد الكيميائية، يعني دائما تكون موجودة ونراقبها بين فترة وفترة أخرى. يمنع التدخين أو إشعال عيدان الثقاب في منطقة التخزين. أن يكون موجود صواري خاصة للسواعق في أعلى البناية أو المخزن حتى بالحقيقة يتجنب أو نتجنب حدوث الحوادث. إغلاق المستودع بشكل مستمر ولا يتم فتحه إلا في حالة الصرف أو في الحالات الاضطرارية. لا يتم فتحه إلا في حالات الصرف أو في الحالات الاضطرارية. النقطة الخامسة كلش مهمة هي فقط الناس المسموحين لهم بالدخول هم اللي لهم بالحقيقة صلاحية أن يدخلون وفي داخل المخازن، أما غيرهم فلا سمح الله لا يجوز لهم، لأنه لا سمح من يصير فتح حادث معين راح يتحمل أبو المخزن ويتحمل رئيس القسم أو رئيس الدائرة أو رئيس المؤسسة هو تبعية الحوادث تلك. عدم دخول الأشخاص الغير مصرح بهم للدخول مهما كان موقعهم الإداري إلا لا سمح الله في الحالات الاضطرارية أو في حالات التفتيشية، ومثل ما قاعد يصير بين فترة وفترة تجي لجان تفتش وتأخذ الجرد وتباوع وتدقق، هذول لهم شأن آخر. تعريف العاملين بمخاطر المواد الكيميائية وتدابير الوقاية، وبين فترة وفترة ندخلهم دورات للتعرف بتلك المواد الكيميائية وآلية التعامل معها. أن تكون منطقة التخزين أو منطقة اللي بها مخزن المواد الكيميائية أن يكون على درجة عالية من النظافة. هذا بالحقيقة في الجدول يبين يعني التجانس واللا تجانس بخزن المواد الكيميائية. يعني مثلا هنا أنا عندي فس على سبيل المثال أحماض غير عضوية. الأحماض العضوية ممكن أن أخزنها ويا أحماض غير عضوية، ممكن أن أخزنها ويا أحماض مؤكسدة، لكنه ما أقدر أخزنها ويا الأحماض العضوية، لذلك نقول عليها غير متجانسة لا تخزن مع بعضها. ما أقدر أخزنها ويا القواعد لكن أقدر أخزنها ويا المواد المؤكسدة، وهكذا. المواد مثلا السامة الغير عضوية ما أقدر أخزنها ويا المواد أو الأحماض الغير عضوية، ما أقدر أخزنها ويا الأحماض المؤكسدة، ما أقدر أخزنها ويا الأحماض العضوية، بس ممكن أن تكون
وهي يعني ملائمة أو متجانسة مع القواعد والمواد. فهذا بالحقيقة جدول كلش مهم. هنا النقطة الأخيرة هو تصنيف المواد الكيميائية حسب خطورتها. نشوف الليبلنج اللي موجود على أي حاوية كيميائية كلش مهمة، ولذلك احنا دائما في مختبراتنا نعلم الطالب الكيميائي، نعلمه على الأسئلة اللي موجود على بالحقيقة المعلومات على الليبل اللي موجودة على الحاوية، نقول له هذا بالموزن الجزيئي مالته، الكثافة، الفلاش بوينت، درجة الغليان إذا هو مادة سائلة، درجة الإنصهار إذا هو مادة صلبة. وإضافة إلى ذلك أكو علامة تحذيرية من هالنوع، يعني من تكون علامة تحذيرية بهذا الشكل نقول هاي مواد corrosive material، مادة آكلة، نقول له اتحاشى أنه أثناء استخدامك أنه تقع على إيدك لا سمح الله. هنا عندنا مواد قابلة، العلامة موجودة معناها هاي مواد قابلة للاشتعال، هذا إذا موجودة هاي العلامة معناها مواد سامة. بالحقيقة هي علامات تحذيرية كثيرة. إذا موجودة هاي العلامة هاي راديو أكتيف ماتيريال، يعني خاصة بالمواد المشعة، لذلك يقول لك لا تتقرب إلى هذا المكان على الأقل فد بحدود 10 أمتار. لذلك المواد المشعة من تكون مواد مشعة، يعني مو ناتشرال راديو أكتيف، وإنما الراديو أكتيف ماتيريال اللي درجة التشع مالتها عالية جدا، هذا بالحقيقة دائما يخلون بها شيلد من الرصاص حتى تمنع الاكس راي الناتج من عندها اللي ممكن ان تخترق الجسم بسهولة. لذلك الابتعاد عنها ضروري جدا. وهنا عندنا البايو هازارد، المواد البيولوجية الخطرة واللي هي اخطر نوع بالحقيقة، لانه هاي تدخل مباشرة في داخل انسجة الجسم وبالتالي تغير من الميتابوليزم مال الجسم. وايضا عندنا هنا علامة للغازات الخطرة، وبالحقيقة كثير من هذه في الصور إلى بعض يعني خلينا نقول الكابينات اللي ممكن أن نستخدمها في عملية خزن المواد الكيميائية. هاي الكابينات بها 3 رفوف، وإحنا قلنا دائما الرف السفلي يكون الحوامض والمواد الصلبة واللي هي خطورتها عالية، كل ما تقل الخطورة نحفظ المواد إلى الأعلى. ايضا هنا عندنا صوره، شوف هاي بالحقيقه عمليه تخزين المواد، هذا بشكل غير صحيح، هذا يعني كلها متجمعه هذه المواد وما نعرف يعني عمليه الخزن، فهذا خلينا نقول هو خزن خاطئ. وما يجوز ايضا ان نخزن المواد الغذائيه مع المواد الكيميائيه، وبالتالي هذا مو صحيح. تخزين هنا نشوف هاي الغازات هنا شلون متكدسه، هذا ايضا مو صحيح، لانه عمليه خزن الغازات يجب أن تكون بعيدة عن الأماكن اللي تتواجد بها المواد الكيميائية، يعني إلها مكان خاص. وبعد أفضل من تعزل الغازات الخطرة عن الغازات خلينا نقول عندنا بالحقيقة تخزين غير سامي لأسطوانات الغاز، يعني لا سمح الله إذا صار عندنا فدليك بالقنينة بالأخير شلون راح أوصل حتى ممر ما موجود، هذا اللي نقول عليه خزن غير سليم. يعني يجب ان يكون هنالك فد تصور او فد اليه لعمليه الخزين، يعني يجب ان يكون هناك ممر لا سمح الله خاف يصير شيء، على الاقل عندنا ممر ممكن ان ندخل ونعالج المشكله. هذا حادث في انتظار الوقوع، شوف هذا هسه سلندر مال غاز وما نعرف لا عليها ليبل لا عليها هاي كراتين، ما نعرف شنو هاي المواد الكيميائية، ما تعرف الحامض من القاعدة، هاي جليكانات. هذا بالحقيقة ينتظر لا سمح الله فد شيء خلينا نقول سبارك ممكن أن يسوي لنا فد كارثة. فلذلك نقول هذا صورة تعبر، يقول لك حادث في انتظار الوقوع. تخزين المواد، شوف هسه هذا المواد، هذا رف مقسم الى 5 اماكن، 1 2 3 4 5، ترتيب الحاويات هي غير صحيح، حاويات المواد الكيميائية هسه هذا مخلوطة، المواد السائلة، المواد الصلبة، الخزان، هذا الجليكان، هذا الكاراتين، فهذا بالحقيقة كلها هي في الصور توضح عملية الخزن السيء للمواد الكيميائية. هذا الخزن في هذا الممر، هذا الممر هو احنا خلينا للطوارئ، فلذلك نشوف
هاي فد بالحقيقة العمليات الخزن الغير سليم ممكن أن تؤدي إلى حدوثها. هذا شوف أيضا عمليات اللي حكينا بها، عملية فصل المواد الكيميائية الحوامض عن القواعد، عن المذيبات، عن المذيبات المكلورة. يجب أن يكون هناك توافق ما بين المواد الكيميائية، يعني المواد الكيميائية المتوافقة يكون خزنها على صفحة، المواد الكيميائية الغير متوافقة يجب أن يكون فصل فيما بيناته. شكرا جزيلا لإصغائكم.